الإنسان موقف. في نعيها وفاة الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد، قالت وزارة الثقافة الفلسطينية إن الثقافة الفلسطينية والعربية خسرت رمزاً من رموزها وعلماً من أعلامها الثقافية والوطنية. فأبو خالد الذي خبرته المواقع ومواطن فعل النضال والكفاح سيظل حاضراً في ذاكرة الأجيال التي حفظت شعره الوطني الذي علقته فلسطين على مداخل مخيماتها كي تبقى قضيتها حية في ذاكرتنا. في الطفولة حالة كبرت لنصعد. ولد الراحل في عام 1937 بجنين في فلسطين، وشارك والده في ثورة 1936 حيث استشهد. وبعد أن حاز على الشهادة الثانوية عمل في الإذاعة والتلفزيون في الكويت وسوريا كمذيع ومعد للبرامج، نظراً لصوته المميز وإلقائه المعبر وثقافته الواسعة. أصدر مسرحية بعنوان فتحي سنة 1969، ثم توجه إلى عالم الشعر فأصدر عام 1971 أولى مجموعاته بعنوان قصائد منقوشة على مسلة الأشرفية، لتتتالى بعدها إصداراته وتبلغ 12 مجموعة. على مدى 40 عاماً جمعت ضمن أعماله الكاملة تحت اسم العديسة. ابدأ بالمدن الأشياء حين يقوم بساعات الليل. اتسمت قصائده في رأي النقاد بميلها للحداثة والتجديد ومحافظتها على الموسيقى وارتباطها بالقضية الفلسطينية بصورة مباشرة ورمزية. الجانب الآخر من أبو خالد كان يتمثل في الفن التشكيلي، حيث ترك العديد من اللوحات بالتصوير الزيتي التي سجل فيها أحداثاً من تاريخ فلسطين.